مع غسان سركيس المدرب، مدرب نادي عمشيد. اول شيء عندك حنين على فريق شانفيل اليوم؟ ما سمعت. عندك حنين على فريق شانفيل؟ عندي حنين على ملعب غزير اليوم، هي طبيعي شانفيل. عندك حنين على كل شيء بالباسكت. اي والله اي والله. انا غيست طلبت احكي معك لانه امبارح من بعد الجيم صرحت انه الخطا الرابع على فادي والخامس كانوا اخطاء تحكيميه. طلعت على البيت حضرت الجيم شفتهم على رواق، بدي اعطي الحكام حقهم، كانوا الخطأين الرابع والخامس صح. اتصلت برئيس الاتحاد وبالسيد طلال المقدسي وبشرب السليمان وقلت لهم انه لا الحكام كان معهم حق، فبدنا نعطي كل صاحب حق حقه. وكمان مره بقول انه فريق الحكمه كان بيستحق الربح، مبروك للحكمه وليك البطوله ما قلصها، ان شاء الله نضلنا هيك عم نشوف جمال حلو حلوين. كوتش هيدي الجرأه يعني هلا عم تطلع عم ترجع عم يعني لانه انا قلت على التلفزيون في ناس يمكن بياخذوا كلامي غلط انه صار في اخطاء، لما حضرت الفيديو تبين انه لا كنت انا الغلطان، فاقتضى توضيح. نحن بنحيي هالشيء على كل الاحوال كوتش غسان تركيز، بدي اشكرك اكيد وراح